بعد عمري يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري. مشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الاتحاد كفاءات من الامارات، وكما عودناكم دائما نختار لكم الافضل والاكثر تميزا. وفي حلقتي لهذا اليوم ضيف مميز اعطى واثبت همته في دولة الامارات، ورحبوا معي بضيف حلقتي لهذا اليوم خالد بن سيفان. خالد، بداية مساء الخير. حياك الله مساء الورد. وبعيدا عن الألقاب كمربي الطيور، عرفني عن خالد بن سيفان. خالد بن سيفان مواطن شرات إخواننا الباقين ما عليهم قصور إن شاء الله، وريال صقار وهاوي وتاجر طير. وقبل لا أكون تاجر أنا هاوي الشغلة هذه، وأنا صقار بالأصل يعني. هل هذا الشيء كان وراثه من نعم نعم الاجداد نعم. ومن الوالد؟ هي على ما قال مخلف مش مولف، هذا شيء من الاجداد، من الابو واليد والخوال والعمام، والله يطول عمره. لو نتعمق اكثر، نعم، تعرفنا عن عالم الطيور او بالاحر عالم الصقور. عالم الصقور الصقر يبقى حد يفهمه. الصقر ما بمجرد صقر، الصقر هو شعار الدولة. هي. محطوط في شعار الدولة. رمز الجدودنا. رمز الأيداد. عرفتي؟ والله يطول عمر شيوخنا ما قصروا. ادعمونا وطورونا ولهم الفضل والمنة والشكر، الله يطول عمارهم. جميل. ولو بلا ما بالمعازيب ما سوينا هذا الشيء كله. الله يطول عمارهم. جميل. وثاني شيء الهواية هاي يعني طير يبقى حد يفهمه. ويبقى حد يصقره يعني. طبعا هالطيور بالاخص عندها عنايه يعني مميزه او خاصه عن اي شيء ثاني، تربيه خاصه. هي اي هوايه تبى منك الجهد وتبى منك الدعم وتبى منك الاهتمام وتبى يعني شيء اللي ما تهتمين فيه تركه احسن. صح، احسن عن الاهتمام فيه. والشيء يعني ومن شار ما ظل. صح. والشيء هذا مخلف علينا يعني الطير، وخلافة الشيوخ منعوا الطير الوحش يعني نجلبه من دول الخارجية، شغلة تهريب وما تهريب سبب الانقراض وما انقراض والشيء هذا. لكن احنا طورناها بمزارع وتهجين. لو الطير يموت عندنا طيور ثانية بتي من اخوانه انتاجه، وعندنا سلالات ما شاء الله عريقة وطيبة. طبعا هذه خبرة طويلة طويلة وعريضة ويبالها ساعات ما تخلص. فيعني حضرتك يعني الحين ملم بكل ما يخص الصقر. ايه نعم.
يعني لو نعرف أكثر شو السلالة من السلالات من الأنواع من السلالات اللي هي الزينة فصيلة الشاهين والحر هذا اللي أكثر شيء معروف الشاهين الشاهين والحر اللي قبلنا إدادنا ومعازيبنا اللي صقروها وشلوها وعلموها وعقب أنا طير اللي هو طير نادر سيبيري من السيبيريا من مناطق الثلجية مناطق الباردة جميل هي نعم من المناطق هذه يعني هاي السلالات العريقة يعني اللي هي اللي أول ما اجتهدوا العالم وصقروها وهذا اللي هي الشاهين والحر جميل نعم طبعاً في مواسم خاصة نعم. للصيد أو لا نعم نعم يبدأ الموسم من 1/8 تقريباً لين 1/3 1/4 هذه يكونوا مواسم الصيد مواسم صيد مواسم قنص هي والتوالد هل في نعم من بعد 4 يبدا انتاج الطيور لين شهر 6 جميل هي. طبعا حضرتك عندك كما نعرف عندك فرع في اسبانيا نعم عندي مزرعه في اسبانيا ومزرعه هني خاصه نعم بس نعم. بالصقور او بالطيور عامه لا فقط بالصقور بالصقور يقولون راعي البالين كذاب بال واحد وتجتهد فيه وتنتج وتسوي لك اشياء يعني تجتهد فيها وتحصل ثمرتها جميل بس يعني كيف ما اعرف هالطير غالي اكيد فهل هذه تعتبر مغامره او يعني هوايه او هاي الهوايه تتسمى هوايه الملوك اللي ما يقدر على الهوايه هاي يخليها صح يعني فخسرانها يمكن يعني يأثر. في ايام صح يا تخسر يا وهذا مجرد طير يعني يمكن يطق الحين ويموت وينتهي كل شيء جميل نعم الواحد يجتهد فيها وعند الله التوفيق جميل شو نظرتك المستقبليه مثلا هل يعني تشوف ان نفسك المستقبليه طويله العمر عندنا في مهرجانات للدوله اكيد في اي مهرجان انا اشارك في اي مهرجان في السباق في معارض في هذا الشيء والسلع اللي عندي انا اعرضها للجمهور هي عشان الناس تستفاد اعرضها للجمهور وتتعرف اكثر في مجال السوق اكيد ان شاء الله لكن جميل. في الايام الجايه ان شاء الله بسوي لي انا مكان تكون كاستراحه للضيوف يعني اللي مثلا عنده ريال ماله في الهوايه هذه يتعرف يبي يعلم عياله يبي هو يتعلم قبل عياله يا مرحبا وسهلا في اي وقت جميل نعلمه ونخبره حتى الريشه هاي اللي في الطير شو تسمى صح درجة الريش بنعلم شو اسمها الريشة هذه هي كيف ما نشوف احنا نعم. يمكن احنا ما نلاحظ الفرق بينهم بس نعم. سيد خالد تعرف يعني بس من ريشة واحدة تعرف الطير شو نوعه ما يحتاج له يخطف علي طيارة اعرف هالطير شو هي نعم. كيف ما نشوف هال شو اسمه البرقع نعم البراقع بعد لها شو دورها بعد البراقع نعرف يعني البرقع هذا منو مسوينه البراقع لها ناس يعني تفصل حياكة يدوية اوكي بس نسوي هذا الطير عشان شو؟ عشان انه ما يشوف مثلا الناس الطير الله يطول عمرك الوحش اول بادي تحفظين ريش الطير يكفخ يضرب في مكان يخاف من شخص يخاف الطير لازم تحفظين عليه بهالبرقع تبرقعين وما يشوف عشان ما ما الحين احنا الطير اليومنيه بالوحش ما نعق عن البرقع نخلي البرقع عليه تقريبا 10 ايام نحوطه بس على يدنا على كفنا حتى يتعود لين يهدى يسمع الصوت هذا عندنا الشاهين احنا خاصه الشاهين الوحش اذا نصيد في نفس اليوم يشوف البشر يمكن يوقف قلبه يموت في ايدك صح في ايدك يمكن يموت من الخوف هذه مغامره بعد من الخوف لكن احنا نهديه بالبرقع هذا نحط البرقع لين يهدى الطير ونرش ماي ونبرد على جفوفه بماي وهذا لين يهدى الطير عقب نصقره ونبدا في تعليمه جميل حبه حبه يعني جميل وصراحه يعني مجال هالطيور مجال واسع واذا يعني لو نتكلم ساعتين وهذا فما نخلص فلو نمر شوي للجانب الوطني لدوله الامارات العربيه نعم. المتحده نعم. انت ابن الدوله نعم. كيف ما تعرف نعمه الامن والامان لو تحدثنا اكثر على الحمد نعم. لله الفضل لمعازيبنا الله يطول عمارهم زايد ومن عقبه عياله ولي عهد دبي الله يحفظه محمد بن راشد وعياله ولهم الفضل علينا في كل حاجه صح كيف ما نعرف بيوتنا الحين الله يطول عمرك الحين البيبان مبطله هي. ليل ونهار اللي يعرف نعرفه واللي ما نعرفه ظاهر وحاضر صح ولا نقفل الباب هذا شيء يدل
على الأمان. يدل على الأمن والأمان، والله يطول عمارهم ويعلم ذخرنا إن شاء الله. عندنا عناية طبية خاصة. نعم. فهل يعني تتم؟ في عندنا الله يطول عمرك مستشفيات خاصة بالطير، يعني خاصة اختصاصها طير. طيب. صقر. الصقر هذا لها أشعة. أول الفحص، بداية الفحص الأشعة تبين العظم المكسور، تبين أي شيء ضرر فيه، يعني شيء داخل جسم الطير، يبين لك الطير داخل كامل. وانت تعرفين شو خلط الطير، وعندنا مستشفيات الله يطول عمر شو هم قصرين في كل دار مستشفى طير. وهذا ويوم منعوا الله يطول عمرك الطيور، جلب الطيور من برا، هذا سوينا مزارع وهجنا الطيور، يعني هجنا في الشاهين والجير وسوينا الخلطات هذه، والانتاج متوفر زين. يعني هالانتاج هذا يعني يكون يعتبر محلي؟ يعتبر محلي. هي. يعتبر محلي، وعندنا مزارع خارج الدولة لان جميل. الجو هناك يسمح، ان عندنا حروره زايده. فلما يعني يكون نتيجه التهجين فالتربيه تكون خاصه من حضرتك؟ نعم 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 طبعا، يعني عندنا عمك الاناثي وعندنا ذكاره ونهجن، يعني مثلا عندنا الحين احنا القرموشه الجير نضربها في الشاهين، يعطينا هذا الطير، هذا الطير تسمى جير شاهين ما شاء الله، من فصيلتين مختلفتين، لا هو انثى ولا هو ذكر. هي هذا شيء ثاني، احنا ما لنا مصلحه فيه. نحن مصلحتنا في الطير هذا ان الصيد، نصيد به. جميل. هو صيد لروحه، يصيد لنفس الطير. إيه. الطير مفروض السقار يفهم ان الطير يصيد لنفسه، تخليه محتاي عسب انه يصيد لنفسه، ما يصيد لك. جميل. انت هاي الطير. جميل. نعم. لكن بقطع هرجس، الطيور هاي وفرت علينا وايد. أوه. وفرت علينا جد، يعني الطير التربية هذا لو يموت ما نتحسف عليه، شرات الطير هذا نقول هذا حرام، يمكن يعني في يوم من الايام ما نلقاه ينقرض. صح. فهذا يمكن تهجن، هذا عندي انا، عندي ام وابوه وعندي اخوانه وعندي زي. عرفتي؟ فتقدر تهجن مره ثانية. نعم نعم، هجن مره ثانيه واظهر مثله واخوه ودمه وكل حاجه. جميل. اي نعم نعم. ونمر شويه ونقول لمين يستحق كلمه شكرا؟ لا هو الوالد او الاخوان او الايداد؟ والله الشكر للعالم كله اللي محيطه بينا. أول فضل للوالد إن شاء الله، سيف راج سيف المهيري اللي هو الوالد، وبعد الفضل للوالدة الله يطول عمرها، وللجمهور اللي يثق بابن سيفان. جميل. هي نعم. ولولا الجمهور الله يطول عمرك والأهل وهذا المخلف علينا الشيء هذا، نحن ما سويناه. جميل. نعم. شو الرسالة اللي ممكن توجهها لا يعني شباب هالجيل؟ الشباب الله يطول عمرك نوجه لهم شيء واحد، الحين صار عندنا ترفيه وايد. والشباب غض النظر عن هواية أيدادهم. صح. في الطير وفي البحر وفي طال عمرك البوش والركاب والأشياء هاي اللي مخلفة عليهم. حد من العرب نساها، تلقين أبوه في الهواية وهو لا عارف شيء ثاني، وهو التحف التكنولوجيا والكمبيوتر والتليفونات والشيء هذا. نقول لهم ردوا على 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 اساسكم، وردوا هي. على اللي مخلفنا عليكم هلكم وايدادكم. جميل. هي نعم. وما حد يقول ما اعرف. صح. اي حد يتحدث كلمه ايه كلمه ما اعرف مفروض ما يقولونها، يجون عند اهل الخبره بيعلمونهم، ما حد يقصر.